مساء الخير. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاستاتيك كونتراكشن او الايزومتريك كونتراكشن، ازاي ان العضله بتنقبض وتنتج قوه من غير ما يحصل تغيير لا في طولها ولا في الجوينت اللي هي شغاله عليه. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها بلايومتريك كونتراكشن، اللي هو ليه اسم تاني اسمه ستريتش شورتنينج سايكل، دوره الاطاله التقصيريه. انه انت بتعمل ستريتش، وبعد ما تعمل ستريتش مفاجئ للعضله بتعمل لها كونتراكشن مفاجئ، فده بيزود الباور المنتج من العضلة. ده بيستخدموه كل الاثليت، سبرنترز، الويت ليفترز، المارشال ارتست، كل الحاجات، كل الرياضات اللي محتاجة قوة مميزة بالسرعة بتستخدم نوع الانقباض ده في التدريبات بتاعتها. الفلسفة بتاعته هو ان انت لما بتعمل ستريتش مفاجئ في سنسورز في العضلة بتعمل كونتراكشن مفاجئ قصاد الستريتش ده، وتقوم انت عامل كونتراكشن كمان، فتقوم مزود الباور اللي طالع من العضله. المفروض ان ده يحصل في فيري شورت بيريد اوف تايم، يعني ما ينفعش في زمن قليل قوي. ما ينفعش تعمل ستريتش وتريح وبعدين تعمل انقباض، لا، انت بتعمل ستريتش وتقوم عامل انقباض على طول، زي كانك بتعمل سكوات جامب. ما ينفعش تعمل سكوات وتقعد وبعدين تجامب، لا، هي سكوات جامب على طول مره واحده. الاسلوب ده ليه تستات معينه عشان تبدا تتمرن بيه، لانه برضو في خطوره على المفاصل لو انت الوزن بتاعك مش مظبوط او العضلات بتاعتك مش مؤهله لده او الجوينتس بتاعتك مش مؤهله لده. فنوع الانقباض ده في التدريب لازم ناخد بالنا منه كويس قوي. زائد طبعا انت عرفت الانواع التانية من الانقباض العضلي، دول مع بعض تقدر تختار بيهم اسلوب التدريب اللي هتمرن بيه الشخص اللي بيتمرن معاك، سواء في رياضه معينه او للصحه العامه، لانه احنا محتاجين كل انواع الانقباض العضلي اللي بتحصل كلها في الحياه العامه، فلازم عضلاتنا تبقى مؤهله ليها. شكرا.